انتهت انتخابات أعضاء المجالس البلدية في سلطنة عمان، وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت بلغ 731,767 ناخبا وناخبة لاختيار أعضاء المجالس البلدية. وللمزيد ينضم إلينا محمد الخطيب موفد التلفزيون المصري إلى مسقط. محمد، بعد التحية، ضعنا في تفاصيل اليوم لديك، وخاصة أنه انتهت انتخابات أعضاء المجالس البلدية في مسقط وعمان بوجه عام. نعم، يعني زميلي، بعد التحية، بالفعل كما ذكرت انتهت انتخابات مجالس البلدية في سلطنة عمان. بالفعل يعني ذكر منذ قليل يعني وزارة الداخلية العمانية انتهاء باب التصويت للناخبين العمانيين في انتخابات البلدية، والذي تعقد في نسختها الثالثة والذي انتهت اليوم. بالفعل يعني كما ذكرت، عدد الناخبين المصوتين في الانتخابات اليوم في أعضاء مجلس البلدية بلغ 288,469 ناخبا وناخبة، ووصلت نسبة التصويت من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة السابعة مساء بتوقيت مسقط، وصلت النسبة إلى 39%، قربت إلى 40%، يعني فيما أعلنت وزارة الداخلية العمانية. على مدار اليوم كنا تابعنا طبعا عمليات التصويت من خلال غرف العمليات المركزية التي قامت بإنشائها وزارة الداخلية العمانية، ومن خلال غرف العمليات. وبالفعل كان هناك يعني العديد من وسائل الإعلام العربية والأجنبية والدولية، وقام مساعد أول وزير الداخلية باطلاع الوفد الإعلامي على إجراءات التصويت من خلال طبعا التصويت الإلكتروني الذي انتهجته سلطنة عمان لأول مرة في تاريخها، وهو عن طريق برنامج انتخابي يدعى انتخب. هذا التطبيق الإلكتروني الجديد هو تطبيق يتيح للناخبين العمانيين الإدلاء بأصواتهم من خلال الهاتف المحمول، وليس هناك داعي للذهاب إلى المقرات الانتخابية. يمكن الاعتماد لأول مرة على التصويت الإلكتروني ساهم بشكل كبير، يعني حسب ما ذكرته وزارة الداخلية، ساهم بشكل كبير في المشاركة الفعلية من الناخبين العمانيين في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس البلدية، وكان هناك تفاعل كبير من قبل العمانيين. أيضا الانتخابات تمت بشكل منظم وبشكل مرتب. نعم. وهادئ من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الثامنة إلى الساعة السابعة مساء. نعم. بلغت نسبة التصويت ذروتها من الساعة الثانية إلى الساعة السادسة. بشكل عام يعني الانتخابات مرت بشكل هادئ جدا وبشكل منتظم. الجميع يرى أن انتخابات مجالس البلدية هي انتخابات لها اهتمام كبير، لأنها لها اختصاصات عديدة. طبعا إذن نحن نتحدث عن 11 محافظة في سلطنة عمان بواقع 61 ولاية جميعها تنتظر المجالس البلدية لتطوير طبعا عمليات التطوير فيها والمشروعات التنموية وخدمة المجتمع وخدمة المواطن العماني الناخبين. طيب محمد في سياق ذكرك لأهمية هذه الانتخابات في سلطنة عمان، وأيضا تجربة التصويت الإلكتروني التي أشرت إلى أنها نجحت في رفع نسبة المشاركين في هذه العملية الانتخابية والتي وصلت إلى حوالي 40%، إذا المحافظات الأكثر تصويتا، هل لديك إحصائيات عن هذه المحافظات؟ نعم، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية العمانية فإن يعني محافظة ظفار كانت من أولى المحافظات التي تصدرت المشهد بشكل كبير، تليها محافظة مسقط وهي العاصمة، ثم المحافظات الأخرى سحار ونزوة وغيرها من المحافظات، لكن يعني ظفار هي التي تصدرت المشهد بشكل كبير. يعني تقريبا نتحدث عن 50,000 من الناخبين من أدوا بأصواتهم في انتخابات البلدية. نعم، النتائج يعني متى ستعلن وفي الأيام المقبلة؟ يعني حدثنا أكثر عن ما هو قادم.
نعم الآن يعني تجرى فرز الأصوات يعني وسوف يتم إعلان النتائج يعني بعد يعني دقائق من الآن يعني في جميع المحافظات. يعني وزير مساعد وزير الداخلية لشؤون الانتخابات والهيئة القضائية يعني أعلنوا منذ قليل بدء فرز الأصوات وإعلان الناخبين، وسيتم أيضا غدا بإذن الله عقد مؤتمر صحفي كبير للوفد الإعلامي للإطلاع جميعا على عمليات التصويت وكيف تمت وكيف ساهم بشكل كبير هذا النظام الإلكتروني الجديد في عمليات التصويت، وكيف ساهم بشكل كبير أيضا في مشاركة جميع الناخبين العمانيين في المشاركة في هذا الاستحقاق نعم. الانتخابي الجديد. نعم زميلي محمد الخطيب موفد التلفزيون المصري إلى مسقط كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.